السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. حلقة جديدة في يوم جديد، يوم كله إشراقة وأمل وتفاؤل، يا رب يديم علينا الصحة وراحة البال والستر. بصوا بقى، النهاردة جايبة لكم حاجة حلوة قوي، تغيير مش منتشرة كتير مننا ما يعرفهاش. أكلة جميلة أنا أول مرة أكلتها عند واحدة صاحبتي وعجبتني قوي. بصي، هي مش أكلة قد ما هي بقول لكم ايه، احنا هنعمل النهاردة خبز الفوكاتشا. خبز الفوكاتشا من احلى انواع الخبز، هو شبه البيتزا جدا، وهو من المطبخ الايطالي. هقول لك دلوقتي حاجات كتير عنه، وبجد لما تجربيه يعني بجد هتدمنيه، حلو قوي. وعايزه اقول لك قد ايه هو سهل وبسيط وطريقته هايله ومقاديره بسيطه. يلا نشوف المقادير وبعدين هنروح على طريقه التحضير. عشان نعمل خبز الفوكاتشا الايطالي هنحتاج اول حاجه البوليش اللي هو التخمير. هنحتاج علشان نعمل التخمير ايه؟ كوبايه وثلث من الميه الدافيه. هنحتاج لمعلقتين صغيرين، معلقه كبيره يعني، من الخميره الفوريه. هنحتاج كمان لربع معلقه صغيره من معلقتين صغيرين من السكر، ربع معلقه صغيره من الخميره الفوريه. عشان نعمل بقى العجينه هنحتاج لثلاث كوبايات ونص دقيق، ربع كوبايه زيت زيتون، معلقه صغيره ملح. هنحتاج علشان نزين الخبز القمر ده اكليل الجبل اللي هو الروزماري، وكمان طماطم شيري، زيتون مخلي، زيت زيتون، وملح البحر. ملح البحر ده اللي هو الملح موجود يا جماعه في كل سوبر ماركت. بصوا، في حاجات كتير احنا مش معتادين عليها وبناكلها من بره وبننبهر قوي. يعني الخبز ده دايما بيتقدم في المطاعم الايطالي، يعني مثلا لما يجي لك مزاج كده وتقولوا ان احنا هناكل بره النهارده، دايما بيتقدم مع الفوتوتشيني، المكرونه الفوتوتشيني، ومع الجاردن سلطه، تلاقيه كده محطوط في طبق لوحده. وعايزه اقول لك ان هو غالي مش رخيص، رغم ان المكونات زي ما انت شايفه، شويه دقيق، شويه ملح، شويه سكر، مقادير بسيطه جدا، والنتيجه هايله. انا عايزه قبل ما نشتغل اوريكي النتيجه، والنتيجه دي كمان هنطلعها مع بعض على الهواء. بصوا يا جماعه، دي نتيجه الخبز اللي احنا هنشتغل فيه النهارده. عايزه اقول لك هايل ويجنن، تقدري تقدميه كده مع كوبايه شاي على الفطار، كوبايه كابتشينو، ويا سلام بقى لما تعمليه سندوتشات كده. بصوا الجمال، عايزه اقول لك يجنن، بيبقى من جوه فظيع كده، من احلى انواع الخبز. وزي ما قلت لك هو شبيه للبيتزا، يعني نوع من انواع المعجنات الايطالي المعروفه جدا. انا مش عايزه اضيع وقت، يلا بينا نعمل البوليش اللي هو ماده التخمير. هنحتاج معلقتين صغيرين من السكر مع الميه الدافيه، الميه طبعا بتكون دافيه مش سخنه جدا، لو الميه مغليه هتوقف تفاعل الخميره، ولو الميه بارده الخميره مش هتشتغل معاكي بشكل سريع. فاحنا هنعمل ايه؟ اول حاجه بنحضرها الميه الدافيه والسكر والخميره الفوريه. هندي ده تقليبه حلوه كده مع بعضها، وهنغطيه ونسيبه على جنب. وعايزه اقول لك المخبوزات في الجو اللي احنا فيه ده سلاح ذو حدين. يعني يا ساره، يعني بصي يا ست الكل، دايما التخمير معاها ما بياخدش وقت. ليه يا ساره؟ معرفش والله يا جماعه، الجو حر جدا، فالحاجه التخمير بتاعها في الطبيعي في الشتاء مثلا تقعد ساعه عشان تخمر، في الصيف الجو اللي احنا فيه ده 10 دقائق 12 دقيقه بالكثير. بس لما بنشغل الفرن يعني دايما بنقول اللهم اجرنا من نار جهنم. بصوا بقى معايا هنا بوله نظيفه وناشفه، هننزل اول حاجه بالدقيق. طبعا الدقيق عندي منخول، ودي من اساسياتنا يا جماعه، الدقيق منخول. على الدقيق على طول هننزل بالملح، تمام. بصي مقادير بسيطه وسهله وموجوده في كل بيت، زيت عادي خالص اهو، كله على بعضه. بس بقى هنعمل ايه؟ مش هنزل طبعا بالخميره دي، هننزل بالخميره اللي جهزناها قبل الهواء ب 10 دقائق. شايفين التفاعل بتاعها؟ الخميره كده تمام معايا زي الفل. ناس كتيره جدا جدا بتعمل معجنات وتيجي تقول لي انا عملت المعجنات وماشيه بمقاديرك وكل حاجه ساره، والبيتزا مثلا فشلت. ليه حبيبه قلبي؟ ممكن يكون نوع الخميره عندك منتهي الصلاحيه، ممكن يكون تخزينه خلط فيكون فاسد. لازم قبل يعني في طرق كتيره قوي للخبز ده بيحطوا الخميره وكله مع بعض، ونيجي ما نلاقيش التفاعل الصح. لازم الاول تعملي اختبار الخميره كده، وانا عايزه يا جماعه الكاميرا تيجي هنا، بصوا لي كده وشوفوا لي قد ايه التفاعل حلو. هو ده التفاعل، شايفين الفوم اللي فوق ده كده تمام قوي. ناخد بقى الكلام ده وننزل كده وشغلي كله بقى في العجان. لو ما عندكيش عجان هقول لك دلوقتي على تكنيك الخبز الصحيح. ثواني كده، تمام. اول حاجه سرعه بس بسيطه كده عشان ما نعملش عاصفه الصحراء، وبعدين نعلي السرعه. طيب بصوا بقى، دلوقتي انا ما عنديش عجان يا ساره، اعمل ايه؟ ولا اي حاجه.
محلول التخمير جنبك كده، ومعاكي البوله بتاعتك اهي فيها الدقيق، نزلنا عليها بالملح قلبنا كويس، وبننزل بقى بشويه ونقلب كده شويه كده شويه وكده شويه كده شويه كده شويه، هتلاقي العجينه معاكي بقت سهله. طيب هشيل بس الكلام ده وارجع لكم تاني عشان المكان جنبنا يبقى نظيف وحلو كده. طيب دلوقتي يا ساره بصي انا لازم بقى اسيبها ايه تاخد وتدي مع نفسها شويه كده. حلو محتاجه سكه ميه كده، ننزل بحاجه بسيطه. لو العجينه لقيتيها طريه بزياده بتضيف شويه دقيق، لو العجينه لقيتيها ناشفه شويه بتضيف لها شويه ميه، الموضوع سهل وبسيط. طيب كل معجناتنا بلا استثناء علشان تديلك نتيجه هايله لازم تعجنيها كويس مش اقل من 10 12 دقيقه لو مفيش العجان. طيب لو في العجان يا ساره، يعني لو في العجان لازم نديها جوه العجان ده 7 دقائق. انا عايزه اقول لك ان هي ما شاء الله العجان عندي نوع حلو وسرعته عاليه، يعني خلاص يعتبر خلصنا. هجيب لكم بس البوله بص بصة كده كمان، خلاص ده اللي بقول لكم عليه. طبعا قلت لكم قبل كده يا جماعه في خلاط تيجي تعملي فيه عصير يعمل في دقيقه، وفي خلاط 30 ثانيه، وفي خلاط 3 4 دقائق حسب قوه الخلاط. بصي كده معايا هنا العجينه شايفه المطه، هو ده اللي انا عاوزاه. معايا هنا بقى بوله نظيفه وناشفه تمام كده، هنزل فيها بشويه زيت وامسحها كويس كده، مهم قوي الحركه اللي احنا بنعملها دي. تمام عايزه اقول لك بجد لازم تقومي النهارده تعملي الخبز الجميل القمر ده، خبز الفوكاتشا من احلى انواع الخبز الايطالي يا جماعه، وبجد مديكي كده على بيتزا. تعرفوا ان كان مشهور بيه قوي ايطاليا في الناس الفقراء كانوا دايما يعملوا الخبز ده، يعني حلو وبيشبع. دلوقتي بقى او بعد فتره صغيره بقى مشهور جدا في ايطاليا وفي المطاعم الايطالي. بصي بقى انا عايزه اوريكي العجينه هايله ما شاء الله ما خدتش معانا وقت خالص. بصي بتلزق حاجه بسيطه، العجينه عندي ما بتكونش ناشفه ما بتكونش طريه، بصي في المطه دي تمام كده وبتلزق، بصي حاجه بسيطه هو ده اللي انا عايزاه. ننزل بيها كده تمام كده، طبعا في الايد غير طبعا الجلافز اللي انا لابساه ده اهو كده. وعايزه اقول لك ان انا دي هوريها لكم واحنا في الحلقه ازاي ما شاء الله بتعلى معايا، بس انا عشان اعرف اتعامل لازم اقلع بقى الجلافز ده. عايزه اقول لك ريحه العجين في البيت مهما نعمل يعني مهما ليها كده رونقها وليها حلاوتها، ريحه العجين في البيت حلوه قوي. ويوم البيتزا ده بيكون يوم عالمي، عارفين ان انا ساعات بعمل عجينه بيتزا واشيلها في الفريزر عشان وانا راجعه من الشغل كده الولاد عايزين بيتزا على طول اعملها، انضف من بره واحلى من بره واقتصاديه جدا. هعمل لكم حلقه للبيتزا وازاي كمان تشيلي العجينه بتاعتها في التلاجة. طب يلا بينا شويه زيت حلوين كده اهو من فوق الوش، وده لازم 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 ما ينفعش بدون الزيت اللي فوق الوش ده. وايه تعملي كده ما تضغطش على العجينه، احنا بس ايه بنملس وشها بس كده خلاص كده، والمفترض بالستريتش راب نغطيها كويس جدا ونحطها في مكان يكون مكان ضلمة علشان التخمير يكون احسن حاجة. بصي معايا هيبقى معايا بالشكل ده. يلا بينا بقى على اهم تكنيك معانا في، بصوا كده بصوا يا جماعة يا نهار ابيض على الحلاوة الشغل الحلو ده، بس يا كريم بس بصوا خمرانة ازاي يا جماعة واخدة حقها انها تخمر بالشكل الحلو ده. معايا الصينية بتاعتي اهي، انا عايزه المسام الجميله دي، الكاميرا معايا انا عايزه المسام المفتوحه الحلوه الجميله دي يا جماعه. ايوه اجي كده اهو بصوا المسام المفتوحه دي ده اللي انا عاوزاه هو ده. طيب هنجيب بقى كده الصينيه الحلوه بتاعتنا وهنجيب العجينه بتاعتنا، بنعملش ما بنهبطهاش كده، بصي 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 التكنيك اهو كده. ليه بقى؟ عشان نوصل للي انا وريتهولك من شويه، العجينه تحفه. نحط بقى على ايدينا شويه زيت صغيرين كده ونعمل ايه؟ نفرد بصي من جوه لبره كده
اهم حاجه يا جماعه اللي انا بشرحه ده، نفرد من جوه لبره كده. تاني معانا نفرد، ثواني كده اهو، مش عايزه الحته الصغنطوطه دي. تاني كده، طبعا العجينه مش رايحه وجايه معايا عشان هي الحمد لله خمرت كويس، مع انه والله يعني ايه يعني عملنا اللي علينا وزياده والله. بس بنبعد دي كده عشان تاخد وقتها كويس. بصوا كده نعمل ايه بقى تاني كده. صوابعنا لازم يكون صوابعنا فيها، ونيجي لاهم حاجه كده، سمي الله بقى. بصي بس الحركه دي كده اهو، ده بقى شكل خبز الفوكاتشا. بصي عايزه اقول لكم ريحته تجنن وطعمه يجنن، وبيكون يعني تحفه فوق الطبيعي. بصوا يا جماعه اهو، بصوا هو ده اللي انا عايزاه. طيب لو ما اخدش وقته صح في التخمير ايه اللي هيحصل يا ساره؟ مش هيبقى معاكي كده. كل ما تيجي تفردي العجينه كده هتعمل ايه؟ هتمط، ما هتلم معاكي. كل ما تيجي تفرديها هتلم معاكي. طب كل ما تعملي بايديكي كده يعني هتطلع تاني. لازم تكون واخده حقها حلو في التخمير بالشكل الجميل ده. طيب نبدا بقى نزينها. عايزه اقول لك في طرق كتيره جدا للتزيين. هنزين دلوقتي يعني مش للتزيين، هو مش مجرد تزيين يا جماعه، هي كمان بتفرق في الطعم. طماطم شيري طبعا بتبقى عارفين بتبقى مسكره شويه فبتدي طعم يجنن. كمان الروزماري اللي هو اكليل الجبل بيبقى تحفه قوي، وكمان لو فريش. شويه زيت بنمسحها وزيتون مخلي، هي دي الحاجات وبس والله. يلا، وطبعا الملح اللي هو البحري. بصوا يا جماعه الملح، يا نهار ابيض. يلا بينا بقى، هناخد تليفون معانا. الو يا فايزه، ازيك يا شيف؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، انت عامله ايه؟ الحمد لله منوره والله يا شيف كلها. نورك يا حبيبتي. وايه طريقه العيش الجديده دي؟ والله ده انا هعملها بدل العيش اللي انا كل يوم باخده في عيش مصر. يا روح، انت قاعده فين يا فايزه؟ انا من المنصوره. من المنصوره؟ اه. من فين في المنصوره بقى؟ ايه؟ من فين في منين بالظبط في المنصوره؟ من طلخه. من طلخه، احسن ناس يا حبيبتي. حبيبتي تسلمي لي يا دكتوره والله. جربي بقى ووريني. ماشي، هتسلم ايدك والله، منوره الشقه كلها. تسلمي يا روحي، تسلمي يا حبيبه قلبي. بصوا كده، وانتي بتحطي دوسي كده. طيب وهناخد كمان شويه من اكليل الجبل القمر، ده بيدي بقى ريحه وطعم وجمال. عايز اقول لك ولادك هيحبوه جدا، جوزك هيحبه جدا. انا قصاره عندي ده مزاج كده الصبح مع كوبايه الشاي، بالليل كده وكمان تعمليه سندوتشات، وبيخلي ريحه البيت حلوه قوي. وعايزه اقول لك انه قريب قوي من البيتزا، قريب جدا يعني، نفس تقريبا طريقه العجينه، فرق بسيط. بصوا يا جماعه الجمال، يا جماعه يا نهار ابيض على، طلعي المهندسه اللي جواكي بقى، طلعي المهندسه اللي جواكي. بصي بقى كده شويه زيتون حلوين كده، طبعا الزيتون لازم يكون مخلي زي ما قلت لك، هو تكنيك بسيط وبتلاقي نفسك عملتي حاجه حلوه قوي. طبعا بدخلها الفرن. الفرن عندي مسبق التسخين على درجه حراره 200، هتخش الفرن هتستوي زيها زي اي نوع مخبوزات، مش تاخد معاكي وقت، وهطلعها معاكي على الهوا ان شاء الله. بصي قبل ما نحط بقى انا عايزه فرشه، تمام؟ هاخد بقى بايدي عشان الاقي الفرشه بتاعتي اهو كده. زي ما قلت لك هتخش الفرن على درجه حراره 200 220، وهتاخد معاكي ان شاء الله 20 دقيقه وهتطلع زي الفل. انا عايزه اضغط تاني كده اتاكد تمام كده. بصوا بقى هنعمل ايه، لازم تدهني وشها بالزيت كويس قوي، ورشه بقى من الملح، بيدي بقى فرق يا جماعه وطعم وجمال. بجد انا بنصحكم قوي انكم تجربوها، اكله حلوه وجميله. انا كساره بحب دايما افكر في الحاجات الجميله اللي بتكون بسم الله الرحمن الرحيم. بحب جدا افكر حاجات حلوه نشربها مع الشاي، نفكر فيها زي مثلا كوكي، زي مثلا كيك، حاجات كده تخلينا نغير المود واحنا بنشرب كوبايه الشاي الحلوه. فحلو قوي ان احنا نجرب خبز الفوكاتشا الجميل ده. يلا بينا بقى على الفرن. معانا تليفون. الو يا ريم. بصوا يا جماعه، جمال اللي داخل الفرن يا جماعه، ثواني يا ريم بس. بصوا الجمال يا جماعه، بصوا يا جماعه، تفتح النفس ولا تفتحش النفس؟ يلا دخلي الفرن بقى 20 دقيقه وهطلعها معاكم ان شاء الله على الهوا، وتشوفوا حلاوتها وحلاوه جمالها. معانا تليفون. الو
حضرتك يا ريم عامله ايه؟ ازيك يا ريم، عامله ايه يا روحي؟ صباح السكر يا قمر. ازي حضرتك؟ والله بجد مبسوطه قوي ان انا بكلمك. حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله تمام. بجد انا مبسوطه قوي بان انت اختارتي الاكله دي لانها من احب الاكلات اللي انا بفطر بيها بصراحه. انت عندك كام سنه يا روحي؟ انا عندي 24. يا كوكو ستك صغنن. بتحبي بقى انت الاكله الحلوه دي قوي بصراحه؟ يعني انا بنزل مخصوص عشان افطر بيها بره، بس يعني بشربها يعني ساعات جنب الكافيه بصراحه مش شاي. يا روحي طب مش عايزه اي حاجه اعملها لك يا ريم؟ انا بس كنت عايزه اسال حضرتك، انا لو هجربها انا بس بخاف ان العجينه ما تخمرش مني او كده، فده اعمل فيه ايه يعني؟ لا قومي جربي دلوقتي يا ريم، الجو الحر ده يخمر اي حاجه في الدنيا، يعني ساعات احنا نفسنا بنحس ان احنا خمرانين، فبجد لا قومي جربي، قومي يا حبيبتي. ده برومس يا شيف صح كده؟ ايه؟ يعني ده وعد ان شاء الله هتخمر. اه يا روحي اه يا قلبي وعده والله. حضرتك جدا بجد، انا اصلا من متابعينك وبحبك جدا. ميرسي يا روحي، شرفتيني ونورتيني. بصوا انا عايزه اوريكم واحده من اللي احنا عاملينها على الهوا، انا هجي كده للكاميرا عشان نبين الجمال. بصوا بقى الجمال اهو، بصوا ان شاء الله، عايزين ايه احلى من كده؟ شايفين من جوه عامله ازاي يا جماعه؟ عشان كده بقول لكم ما تضغطوش على العجينه، انا عايزه العجينه تديكي الهشاشه الحلوه قوي دي والتسويه الجميله دي، حاجه ما شاء الله اللهم بارك. بصوا هجيب بقى طبق. بصوا بقى تقدروا تقدموها كده، تقدروا تفتحوها وتخلوها جميله وتعملوها سندوتشات بالشكل ده. بصوا هنا اللي احنا عاملينها سندوتشات دي خطيره ما شاء الله، الخاص مع السوبريم او اي نوع لانشون عندك، مدخن او رومي، اي نوع مع اي نوع جبنه انت بتحبيه، يا سلام يا سلام. فلفل، طماطم، انا كساره بحبها قوي 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 مع الجبنه الرومي، بتبقى هايله. جربوها هتدعوا لي. بصوا اصل بصراحه قالوا لي ايه في الكنترول هناخدها معانا البيت زي ما هي كده، فايه هخليها لهم كده. حاضر، هنطلع فاصل صغير ونرجع لكم، ما تروحوش كده ولا كده، فاصل ونص. ورجعنا لكم من تاني، وحشتوني الشوية الصغيرين دول. عايزة اقول لكم بقى البوكاتشا في الفرن وريحتها بقى جميلة، يعني طبعا انتوا عارفين الاستوديو هنا كله مكيف، فانا مش حاسة بالحرارة اللي بنحسها في البيت. عايزاكم بقى النهاردة كلكم تقوموا تعملوا البوكاتشا وتقولوا لي ايه رأيكم فيها. مش راجعاكم لوحدي كالعادة، راجعوا معايا خبيرة التغذية العلاجية استاذة هند حسن. اهلا اهلا. ازيك يا سارة؟ ازيك يا روحي؟ عاملة ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. الاخبار كله حلو يا رب دايما خير. انا مبسوطه قوي باللي انت عاملاه النهارده ده. ايه رايك؟ حلوه قوي. الفكره نفسها ان احنا نعمل الخبز ده في البيت، دي اول حاجه طبعا الريحه تجنن، يعني الريحه باينه طالعه جدا، ريحه العيش وهو بيتخبز في البيت ريحته حلوه قوي. ايوه بلس كمان ان هو فكره حلوه قوي ان احنا نعمل دوت ونعمله ساندوتش الصبح نفطر بيه، ان احنا ناخده معانا مثلا الاولاد ممكن ياخدوهم نازلين في اي لانش بوكس بتاعهم، ان هو ممكن طول اليوم مثلا لو انا عايزه اكل حاجه خفيفه فانا ممكن استخدمه او اخده لوحده مع الشاي. على فكره قلت لي فكره دلوقتي ان احنا هنعتمده ان شاء الله في اللانش بوكس، هنعمله من افكار اللانش بوكس، اعمله قطع صغيره ونحشيه ونعمله للولاد من افكار اللانش بوكس. احنا النهارده استخدمنا ايه يا جماعه؟ 3 كوبايات دقيق، ذره سكر، ذره ملح، شويه خميره، ايه مكونات النهارده؟ وحاجه صحيه واقتصاديه. ده الفينو اصلا الرغيف بقى بكام؟ والولاد رايحين المدرسه بنبقى محتاجين كميه من الفينو. حلوه الوصفه دي، هعتمدها، هكتبها في النوت بتاعتي، هعتمدها من وصفات المدارس ان شاء الله باذن الله. طبعا انتوا عارفين احنا دايما في مطبخ البلد بنقدم لكم كل ما هو اقتصادي وكل ما هو على قد الايد. انا عايزه اقول لك ان ده بيجي من بره بيبقى كمان ارفع ومش مخدوم كده ومش متخمر حلو كده ومش بالجمال ده، وعايزه اقول لك انه بيتباع برقم اقل حاجه دلوقتي، بتتباع مخبوزات غاليه جدا ومش عارفه ليه. الخبز ده كمان الناس اللي عارفه الخبز ده كويس ان هو بيتباع برقم كبير. أيوه. لو قعدنا، ومش دايما بنلاقيه في اي مكان كمان، يعني أيوه. اماكن معينه هي الموجود فيها ولا اي حاجه. الموضوع شويه عجين عجناهم بسرعه، سيبناهم يخبروا، قلبناهم في الصينيه، واي شويه طماطم شاري عندك ولا ممكن خالص مفيش طماطم، وحاجه جميله واقتصاديه، وده اللي انا بقدمه لك دايما في مطبخ البلد. بقول لك ان انت هتعملي احلى الاكلات اللي احنا بندفع لها رقم وقدره في المطاعم، لا انت بتعمليها في البيت بكل سهوله وبدون حتى ما تتعبي. نفس الكلام اللي بقوله لك، دايما بيكون معايا خبيره في التغذيه العلاجيه او اخصائيه او دكاتره عشان يشرحوا لنا نعمل ايه. انا دلوقتي واحده ست بيت، انا كساره دلوقتي اهو معايا استاذه هند، بحاول دايما استفيد منها. يعني انا الاسبوع اللي فات يا جماعه استفدت معلومه، انا مش عارفه اقول لكم المعلومه دي بالنسبه لي كنز،
انا كنت بحب افطر جدا الصبح على الفطار، ايه المشكله لما افطر كب كيك او اخد قطعه كيك؟ ايه المشكله؟ اتاري السكريات دي هي اكبر عدو انك تفطري بيها. لا بعد ما تفطري خديها سناك. انا كنت اعرف المعلومه دي. لا طبعا، لان انا لما باخد سكريات هي الوجبه الاساسيه بتاعتي، فانا كده بعلي نسبه الجلوكوز في الدم، فانا بخلي طول اليوم عندي شراهه ان انا عايز اكل سكر كتير. صح. فالفقره بتاعتنا دي بتكون ليه؟ الفقره دي علشان تعرفنا معلومات احنا ما نعرفهاش، يعني دايما في حاجات يعني في الكوكب احنا ما عندناش درايه بيها كفايه، فدايما الفقره دي بتفيدنا، بتعرفنا ان احنا زي ما بمكونات اقتصاديه بنعمل اكله حلوه وجميله جدا، برضو يا جماعه بتمن كورس قليل بنخس ونوصل للوزن اللي احنا عايزينه. انا كساره ست بيت، لا انا فاشونيستا ولا طالعه بقدم لبس، انا كل اللي انا عاوزاه ابقى جسمي يكون مناسب ومعقول، ظهري ما يوجعنيش، ركبي ما توجعنيش، جسمي ما اكونش حاسه بهزلان، ما اكونش مش قادره، كل ده بيعمله زياده الوزن. انا بقدم لك فقره، الفقره دي بيكون فيها ازاي توصلي الوزن اللي انت عايزاه وانت قاعده مكانك بدون ما تروحي ولا ديكي ولا دكتور ولا ارقام خزعبليه بنسمع عنها دلوقتي ولا عمليات جراحيه ولا اي حاجه. طب ده بنعمله ازاي؟ ده اللي بيقدمه لك الكورس بتاعي، وازاي انت دلوقتي هتشرح لنا تقدر تساعدنا بايه ونقدر نعمل ايه؟ عرفيني كده. حاجه مهمه جدا. اول حاجه انا يعني عايزه اقول ان احنا في يعني ربط ما بيننا احنا الاثنين. طبعا. يعني انت بتعملي اكلات حلوه قوي باقل التكاليف، ممكن اي حد يعملها في البيت، ممكن انا بحاجات بسيطه جدا اعمل حاجات حلوه قوي عندي. نفس الفكره برضو ان احنا ممكن مش لازم يكون معايا بادجت كبير قوي واروح لدكتور وانزل اشترك في جيم وعايز اعمل عمليات، احنا بادجت قليل برضو ان احنا بنقول ان احنا معانا كورس هيحقق لي كل النتائج اللي انا عايزها ان انا انزل في الوزن. صح. كورس حل كل مشاكل السمنه، احنا بنقول مشاكل السمنه عندنا اربع مشاكل. أيه. الناس اللي عندها الحرق قليل، الناس اللي عندها شهيه نهم كتير عايزه تاكل، الناس اللي عندها شهيه مفتوحه جدا كمان مش للاكل بس للحلويات، وكمان الناس اللي عندها اماكن فيها سمنه موضعيه ومش عارفه تتخلص منها. طب احنا بنقول الكورس بتاعنا دوت بيعمل ايه علشان بيحل لي كل المشاكل؟ بنقول ان الكورس بتاعنا هو الكورس البديل لعمليات او جراحات السمنه المفرطه. الكورس بتاعنا دوت ان هو بينزلنا في الوزن، بنقول اقل حاجه او اقل كورس موجود معانا هو كورس الشهر. كورس الشهر دوت بينزلنا في الوزن من 10 ل 15 كيلو. طب كورس الشهر دوت عباره عن ايه او ليه بيعمل كده كورس الشهر او بيساعدنا ازاي ان احنا نعمل كده؟ بنقول كورس الشهر معانا فيه الكبسوله، احنا مسمينها الكبسوله السحريه اللي هي الوان سليم. الوان سليم ديت هي بديل لجراحات السمنه، لان الكبسوله ديت بتديني احساس بالشبع من 6 ل 8 ساعات كاني بالظبط عملت عمليه تكميم او بالون او وات ايفر العمليات اللي احنا عارفينها اللي بسببها ما بتحرمش من اي حاجه، انا باكل كل حاجه نفسي فيها بس كميات الاكل بتاعتي بتكون قليله. ففي كورس الشهر بيكون معانا الكبسوله بتاعت الوان سليم اللي هتخليني ما احسش بالجوع، ما احسش بالحرمان، وزني هينزل من غير ما اكون عامله بادجت كبير ان انا لازم امشي على دايت واكل معين غير الاكل اللي موجود او ان انا لازم احرم نفسي من حاجات كتيره، بلس كمان ان هي هتعلي لي معدل الحرق عندي، وكمان ان هي هتبتدي تخلصني من الاماكن اللي فيها سمنه موضعيه. ده كورس الشهر هيكون معانا فيه الوان سلام، وهيكون معانا فيه فيتامين دي اللي هو طبعا عارفين فيتامين دي وفوائده كتيره قوي، ان هو كمان بيساعدني على الحرق وبيحسن الحاله المزاجيه بتاعتي وبيخليني حاجه مهمه جدا ان انا لما اخس شكلي ما يبقاش تعبان، وشي ما يبقاش بهتان ومتاثر، شعري ما يبقاش متاثر، ضوافري كل يعني بحس ان انا لما حد يشوفني انا واخده كل الفيتامينز اللي جسمي محتاجه، مش حارمه جسمي من فيتامينز وابتدي ان انا يحصل لي دروب في جسمي. طيب الكورس الشهر دوت هيكون معانا زي ما قلنا في الوان سليم ومعانا فيتامين دي، وكمان معانا خصم 30%، وزي ما متفقين كل الكورسات بتاعتنا بتوصل لحد باب البيت مجانا من غير ما ندفع ولا جنيه، وكمان متابعه مع الدكاتره مجانا. ده كل الكورسات، يعني كورسات الشهر والشهرين والثلاث شهور والمكثف كمان كلهم يا جماعه، عشان السؤال اللي جالنا النهارده او اكتر من سؤال بيسال، هل المتابعه المجانيه والشحن المجاني بيكون على كورس واحد فقط؟ لا يا حبيبتي، المتابعه المجانيه والشحن المجاني على كافه الكورسات بتاعتنا، كورس الشهر، كورس الشهرين، الثلاثه، المكثف، كل ده. طب دلوقتي انا يا ساره عايزه اطلب كورس الشهر اللي استاذه هند قالت عليه، هتطلع الارقام موجوده على الشاشه اللي اتصالي العادي والواتساب كمان عن طريق بجاتنا وندايت ودايت لايف، هتطلبي الكورس وهيجي لك لحد باب البيت، المتابعه مجانيه وفي الشحن مجاني. طب يا ساره انا اتكلمت دلوقتي ولقيت الخطوط مشغوله، معاكي ست ارقام، ست ارقام كل رقم ليه اتصال وليه كمان واتساب، اتكلمي على الرقم اللي انت عايزاه. طب انت اتكلمتي بعد الدوام بتاعنا او وقت الشغل بتاعنا خلص، مفيش اي مشكله، ابعتي رساله على الواتساب اول تاني يوم
ان شاء الله ما يبداوا دوام تاني هيكلموكي على طول. ده حقيقي. طيب دلوقتي احنا شرحنا، طب دوت الناس اللي عايزه تخس من 10 ل 15 كيلو، طب الناس اللي عندها زياده بقى فوق ال 10 كيلو دول هياخدوا كورس الشهر. كورس الشهر هيكون معانا برده في الوان سليم اللي هو اساسي معانا في كل الكورسات، تمام، وهيكون معانا كمان في الوان فيت اللي هو هيعلي معدلات الحرق عندي 4 اضعاف، يعني هي مش هعتمد على الحرق بتاعي يكون ازاي. الناس اللي عندها غده، الناس اللي عندها مقاومه انسولين، الناس اللي هي ما بتتحركش كتير، الناس اللي عملت دايت كتير قوي ابتدى جسمها ما بيحرقش بسهوله. فاحنا بنقول الكورس الشهرين هيكون معانا في الوان سليم، وهيكون معانا في الوان فيت، ومعانا في فيتامين دي وكريم شد الترهلات والسلولايت عشان يقضي لي على كل الاماكن اللي فيها لسه سمنه موضعيه وفيها لسه سلولايت. وهيكون زي ما احنا متفقين التوصيل مجانا والمتابعه مع دكاتره مجانا. حلو قوي الكلام. طب الناس بقى اللي فوق ال 15 كيلو وال 20 كيلو، الناس اللي عندها سمنه اللي عايزه تخس 30 كيلو لاكتر، هيكون معانا كورس الثلاث شهور اللي هيكون موجود برده معانا في الوان سليم. نتايجه حلو قوي برده، وناس كتيره جدا بتشكر في كورس الثلاث شهور، لان هيكون معانا في الوان سليم، وهيكون معانا في الوان فيت، وفي بقى اللي هيكون معانا في الوان بيرفكت اللي هو هيبتدي يخلصني من كل الميه المتخزنه في جسمي. حلو. وكمان ان هو هيثبتني في الوزن، يعني بيخليكيش تتخني بالظبط، ده بقى اللي هيحافظ لي، يعني انا دلوقتي خسيت وتمام وبقى جسمي كويس. فانا دوت اللي هيحافظ لي على الوزن بتاعي، ان انا الكيلو اللي انا نزلته ما ارجعهوش تاني بسهوله. فانا دوت اللي هي عارفه هو اسمه وان بيرفكت، هو السيفتي بتاع، هو الامان. تمام. ان انا باخد الكبسوله ديت خلاص انا خلصت جسمي خلاص بقى حلو وعاجبني ومفيش عندي اي مشكله. الكبسوله دي بتفضل معايا شهر، يعني العلبه دي بتفضل معايا شهر، ان انا بفضل محافظه على وزني ما ازيدهوش تاني. هيكون انا عايزه بس اعقب على حاجه، كلمه خلاص وزني بقى حلو وعاجبني والدنيا تمام وانا كده راضي عن نفسي، كتير جدا 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 بيوصلوا معانا للمرحله دي، وانتوا شفتوا تقاريرهم وسمعتوا مكالماتهم وشفتوا صورهم، خلاص هم وصلوا للوزن اللي هم عايزينه. مش لازم اوصل للوزن المثالي من حيث الميزان، لا، انا بوصل للوزن المثالي من حين عيني انا شايفاني على المرايه، انا كده تمام، انا كده حلوه قوي، مش عايزه اخس تاني، انا شايفه نفسي تمام، طالعه على السلم مش بنهج، ركبتي مش بتوجعني، ظهري مش بيوجعني، حاسه كده ان انا محلويه. يا ترى هو في حد بيخس يحلو؟ طبعا. كل كورساتنا معاها الفيتامين هديه، كل كورساتنا بتقول لك انت لازم تاكلي كويس، كل يوم بطلع معاكي بقول لك لازم طبق السلطه. طبق السلطه فيه ايه؟ طماطم وخيار وخضره وليمون وحاجات حلوه كلها بتظهر على وشك كده. طب يا ساره ما هو اصلا ماليش في السلطه، ودايما بقول لك طعمها بيبقى حلو مع الاكل اللي مقدمينه، دايما بقول لك لازم بروتين، لازم خضار، وبجيب لك اكل كتير باشكال جميله علشان لما تنزلي في الوزن تلاقي نفسك حلوه. طب يا ساره لا، اللي بيخس بيوحش، اللي بيخس اللي هو محروم من كل حاجه، اللي بياكل بضايه الصبح مسلوقه ويجي في الغدا هو مش عارفه ديل سمكه ميت حزين، مفيش الكلام ده يا جماعه. احنا عندنا ولا لازم علبه التونه وصفيها من الزيت، لا، واروح في الماركت ادور على تونه بميه، مش ليه يا جماعه؟ عايزين نقول ان هو كمان في ناس دايما بتبقى عايز تعمل دايت، بس يقول لك الحاجات اللي انا اجيبها عشان الدايت دي مكلفه جامد. طبعا. فان انا ولازم التوست الاسود اكلي عن الاكل بتاع البيت، او هم هياكلوا اكل وانا عامله اكل لوحدي وقاعده لوحدي. الكلام ده مش موجود. وفي حاجه انت قلتيها مهمه جدا، ان جسمنا هو مرايه لجسمنا من الداخل، يعني طبعا هو عينك، انا عينك بصي في المرايه وشوفي نفسك، ده اللي انت عاوزاه. طب عينك شايفه؟ يعني في بنات بنلاقي جسمها حلو جدا، هي راضيه عن عندها مشكله، بس هي راضيه عن جسمها، يعني بتبقى زياده في مكان واحد هو اللي عامل لها ازمه. يعني عين شايفاها قدامك كلها جميله وكلها حلوه وزي الفل، بس هي برده مش قادره، ليه يبقى في زياده مثلا في الدراعات، في الارداف، في البطن، ده عامل لها مشكله. طيب انا دلوقتي بقى عايزاكي تخشي لي على الكورس الاقرب الى قلبي، الكورس اللي محقق نتائج هايله ما شاء الله جوه مصر وبره مصر، الكورس الجبار، الكورس انا شايفاه محرقه الدهون. الماجيك انت مسميه، انتوا مسمينه الماجيك، اللي هو كورس الساحر، اللي هو بيحرق كل محرقه الدهون، بيخلصني من كل الدهون. أوه. الكليه والموضعيه، يعني الناس اللي عندها زي ما انت قلتي في اماكن هي اللي فيها تكتل للدهون، أيوة، او سمنه موضعيه، فهو ده الكورس اللي بيخلصني من كل بقى. بصي الاربع مشاكل بتوع السمنه الكورس ده بيخلصني منهم. الكورس دوت اللي هو هيكون فيه الوان سليم، أيوة، وهيكون معانا 2 وان فيت، أيوة، مش واحد بس. وهيكون معانا فيه الوان بيرفكت وكريم شد الترهلات والسلولايت وفيتامين دي، وكمان هيكون معانا فيه خصم 60%، وده كورس التحدي. ده الكورس ده فيه كل اللي قدام، كل هند، كل العيلة دي بتجيلك في الكورس، لان احنا في الكورس ده بنقول بقى هو ليه محرق الدهون ده حقيقي، ان هو بيبتدي، عارفه كاني بالظبط انا معايا رصاصتين بتكسر لي كل الدهون المتخزنه، لان انا باخد في اليوم كبسولتين مش كبسوله واحده. صح. كبسوله الوان سليم باخدها الصبح او بصحى من، طبعا الفريق الطبي الارقام اللي موجوده على الشاشه ديت هيتواصلوا معانا ويبتدوا ان هو يقولوا لنا على كل الخطوات اللي احنا نعملها، ان احنا بناخد الكبسوله دي بنشرب بعديها ميه، والكبسوله الثانيه بناخدها كمان قبل الغدا، وهيقولوا لنا على كل الحاجات اللي احنا محتاجين نعرفها. والاهم حاجه واللي دايما بنوه عنه، زي ما بقول لك هو جسمنا هو مرايتنا، فبالتالي ان انا بقول ان الكورس بتاعنا كله مصرح من وزاره الصحه المصرية.
المصريه امن تماما في فيتامينز، فبالتالي وانت بتخسي هتلاقي نفسك فعلا احلويتي، لان جسمك مش ناقصه اي حاجه، مش محروم لا من فيتامينز ولا محروم من معادن ولا اي حاجه خالص، بالعكس جسمك فيه نضاره، فبالتالي بقى باين على وشك وعلى شعرك وعلى جسمك وعلى صحتك. هنقول ايه بقى؟ كل ما تخس تحلى وتصير ايه؟ احلى واحلى. طبعا دلوقتي انا بتفرج على الشاشه وعايز اطلب الكرسي الجميل ده، الكرسي بتاعنا مش مجرد اي كرسي كده والسلام، الكرسي بتاعنا مصرح من وزاره الصحه زي ما انت شايفه كده التصريح على الشاشه. طبعا انا عايزه اطلب الكرسي الجميل ده، كرسي الشهر او الاثنين او الثلاثه او المكثف، هنتسع ارقامي موجوده على الشاشه الاتصال العادي والواتساب كمان عن طريق بيجاتنا وان دايت ودايت لايف، هتطلبي الكرسي وهيجي لك لحد باب البيت، المتابعه مجانيه والشحن مجاني. تيجي نشوف ريفيوهات الناس الحلوه، لا قبل الريفيوهات نشوف الحالات، نشوف الحالات الجميله لحالات الكورس الجميل بتاعنا. احنا دايما بنقدم حالات عشان تكون سبورت الناس تشوف ان دي حالات الناس واقعيه. كانت ايه وبقت ايه؟ اوكي ناخد تقرير الاول، معانا تقرير الاول، يلا بينا نشوف تقرير. كان قبل الجواز وزني مظبوط جدا، مجرد ما اتجوزت وزني زاد شويه، وطبعا اتفاجئت ان انا حامل، وزني زاد شويتين، وبقيت انزل بالعبايه السوداء عشان تلم جسمي شويه، لحد ما قلت بعد ان شاء الله بعد الولاده جسمي هعمل رجيم. طبعا اتلقيت في الرضاعه والكلام ده كله، وبعد كده اتفاجئت بالطفل التاني، لحد ما بعد كده بقيت اوديهم الحضانه وبنزل برضو بالعبايه. فبدات اشوف الامهات لابسه لبس خروج، وانا بدات اقول طب ليه ما ارجعش لبس تاني؟ مجرد ما جيت افتح دولابي عشان اطلع منه لبس الخروج لقيته ضيق عليا. جربت وسائل كتير جدا عشان اخس، للأسف كانت كل وسيلة بجربها كنت بخس كيلو كل أسبوعين ثلاثة، لحد ما في يوم كنت قاعدة بتفرج على التلفزيون لقيت إعلان وان سليم، فقلت طب وفيها إيه ما أجربه؟ أهم حاجة إن هو كان بيسد الشهية. فطبعا لما كلمت الفريق الطبي قال لي أنا بنصحك بالثلاث شهور، أنا بصراحة كنت خايفة أجيب المنتج الثلاث شهور إن أنا أتدبس فيه وما أخسش. فجربت الأول، قلت أجرب أول شهر، والحمد لله من أول شهر خسيت حوالي 8 كيلو. فقبل ما يخلص الكورس بتاع الشهر طلبت الكورس الشهرين، وفي خلال الثلاث شهور بسم الله ما شاء الله انا خسيت حوالي 23 كيلو. بعد تجربتي انا بنصح اي حد عايز يخس يستخدم وان سليم. وانا كمان طبعا بنصح بوان سليم، ودايما بنصح بالكورس المكثف. ما شاء الله شايفين قدامكم خلاص بقى مفيش عبايه وفي لبس فاتح زي ما شفتوا، وعايزه اقول لكم حاجه يعني نركز عليها شويه. خدتوا بالكم بتقول لكم انا بفتح الدولاب لقيت هدومي كلها ضيقه عليا؟ هي عملت ايه؟ فكرت ازاي تخس بدل ما تفكر ازاي تروح تشتري هدوم اوسع، وده اللي بقوله لي. بدل ما تروحي تشتري هدوم اوسع، لا انت فكري ازاي تخسي وتلبسي كل هدومك الصغيره عليكي. طب يا ساره هعمل ايه؟ هتطلع الارقام الموجوده على الشاشه للاتصال العادي والواتساب كمان عن طريق بيجاتنا وان دايت ودايت لايف، هتطلبي الكورس وهيجي لك لحد باب البيت، المتابعه مجانيه والشحن مجاني. طب يا ساره انا هاخد انهي كورس؟ والله ما اعرفش. انت دلوقتي لما تتصلي على الارقام دي اول حاجه هيتم رد، احنا عندنا فريق طبي كامل، خبراء، اخصائيين، دكاتره. حضرتك اسمك ايه؟ اسمي كذا. سنك ايه؟ سني كذا. طولك ايه؟ طولي كذا. وزنك ايه؟ وزنك كذا. فاذا يناسبك كورس كذا او كذا او كذا او كذا. المهم ان كل كورساتنا عليها عروض، وكل كورساتنا الشحن مجاني والمتابعه مجانيه. ايه رايك تقولي لي كده سريعا تاني عروضنا الحلوه قبل ما نروح ناخد الحالات؟ وعايزه اقول ان احنا فعلا المتابعه معانا، الدكاتره بتكون معانا من اول يوم لاخر يوم، يعني مش بديكي الكورس وبقول لك خلاص انت لا، عشان نشوف الحالات اللي احنا شايفينها دلوقتي. ايه الحالات ديت؟ لا لسه الحالات ما جاتش، بقول لك قولي لي الحالات اللي هنشوفها. قولي لي عروضنا تاني قبل ما يلا عندنا كورس الشهر اللي هو هيكون معانا فيه الوان سليم. الوان سليم هيكون معانا فيه فيتامين دي وخصم 30%، وزي ما متفقين كل الكورسات بتاعتنا التوصيل مجانا لحد باب البيت، وكمان هيكون طبعا مع الدكاتره مجانا. كورس الشهرين هيكون معانا فيه الوان سليم، وهيكون معانا فيه الوان فيت، وهيكون معانا فيه كريم سلولايت وشد ترهلات وفيتامين دي، وكمان خصم 40% والتوصيل مجانا والمتابعه مجانا. حلو ده. كورس الثلاث شهور هيكون معانا فيه الوان سليم، وهيكون موجود الوان فيت، وهنزود عليهم الوان بيرفكت اللي هيحافظ لي على الوزن بعد ما بنزل، وهيكون معانا فيه كريم سلولايت، وهيكون معانا فيتامين دي وخصم 50%. حلو جدا. وكورس الماجيك او الكورس المحبب لقلبك وقلبنا كلنا اللي هو الكورس المكثف هيكون معانا المجموعه دي كلها، الوان سليم واثنين وان فيت، اثنين مش كبسوله واحده، وهيكون معانا في الوان بيرفكت، وهيكون الكريم للسلولايت، وهيكون معانا في كمان فيتامين دي وخصم بقى 60%. بدفع 40% بس من ثمن الكورس، بيوصلني لحد باب البيت من غير ما ادفع ولا جنيه تاني. وكمان ان انا هيبقى المتابعه مع الدكاتره كل اسبوع، وهيقولوا لنا على حاجات. في ناس بعد ساعات في تريكات كده بتبقى اللي هو انا اعمل ايه، اكل امتى، ما اكلش امتى، حاجات اللي هي بتساعدنا ان احنا نشوف في ريفيوهات بنشوفها بنبقى نازلين في الوزن اكتر. صح.
والمهم جدا واهم حاجه ان الكورس بتاعنا مصرح من وزاره الصحه المصريه، يعني امن تماما. الناس اللي هي كبيره في السن، الناس اللي عندها امراض مزمنه، الناس اللي عندها مشاكل صحيه كتيره قوي ومش عارفه تعمل ايه عشان تتخلص من الوزن دوت، فاحنا بنقول الكورس بتاعنا امن تماما جدا. وزي ما احنا شفنا كمان الحالات اللي هي بتبقى بعد الولاده وهي بترضع فبتبقى مش متاكده، انا ممكن اخد حاجه كورس او غلط على الرضاعه، فاحنا بناكد ان الكورس بتاعنا امن تماما، ممكن اي حد ياخده. بس كمان اللي احنا بناكد عليه ان الدكاتره اللي هترد علينا هي اللي هتبتدي تقول لنا على كل التفاصيل الخاصه بكل حاله. حلو طبعا الكلام ده، يلا بينا نشوف الريفيوهات الحلوه. لا نشوف الحالات الاول قبل الريفيوهات. الحالات دي يا جماعه زي التقارير بالظبط، يعني الناس كانت ايه في الوزن، وصلت لايه في الوزن، وده بفضل الكورس الجميل بتاعنا. اول حاله معايا خسر 35 كيلو في 3 شهور، طبعا واضح يا جماعه انا مش محتاجه اشرح التسدي راح فين، الكرش راح فين، الدراعات راحت فين، راحت في الوبا. وبقى معانا حد ما شاء الله بودي بيلدينج، يعني حاجه حلوه جدا. يلا بينا على الحاله الثانيه، خسرت 25 كيلو في 3 شهور، حلو جدا 25 كيلو ما شاء الله باينين جدا، يعني كان في عرض من فوق، حلو قوي الكلام ده. نشوف كمان الحاله الثالثه، خسرت 22 كيلو في شهرين، على فكره دي نوره وكلمتنا قبل كده وهي خست اكتر من كده كمان دلوقتي ما شاء الله، مفيش تسدي مفيش دراعات مفيش بطن، بقينا حاجه زي القمر. يلا بينا على الحاله الرابعه، خسر 20 كيلو في شهرين. يا جماعه مش محتاجه اتكلم، بجد الكورس بتاعنا محقق نتائج هايله جوه مصر وبره مصر، نتائجه عظيمه جدا. وعايزه اقول لكم حاجه، ان احنا دلوقتي ما شاء الله الرجاله بقى زي الستات، يعني اول ما اشتغلنا مع بعض الكورس بتاعنا دايما كانت بتطلبه الستات، لكن ما شاء الله هم خلاص وصلوا للوزن اللي هم عاوزينه، فقالت خسس بقى جوزها لا ابوها لا اخوها، يعني ما شاء الله. طبعا انتوا عارفين في رجاله كتيره جدا بيشتغلوا على مكتب وهم قاعدين او شغلتهم دايما استواقه، بيسوقوا كتير جدا زي حالات كتيره معانا كده. انا جوزي شغال على مكتب واكتر الوقت قاعد، فبالتالي كرشه بقى عنده كرش كبير، او سواقه بيسوق فترات كبيره جدا مسافر رايح جاي، فبرضه التكتل هنا كبير مع قله الحركه. فالحالات دي لما بتجي لنا دايما بنصحها بالكورس، وزي ما قلت لكم انا دايما بفضل الكورس المكثف. ايه يا ساره بتنصحيه لايه؟ مش هنصح كورس مكثف للعروسه عايزه تخس مثلا 5 6 كيلو تظبط بس الفستان، لا انا بنصح الكورس المكثف لاي حاله عايزه تخس اكتر من 10 كيلو. انا بحب ايه؟ النزول السريع، ما احبش ان احنا نقعد كتير قوي علشان ننزل زياده في الوزن، بيبقى عايز اتخلص، انا عايز اشوف نتيجه قدامي، انا عايز اتخلص نتيجة من الوزن بسرعه. هو كورسنا كله يا جماعه نتائجه جميله من اول كورس الشهر. امبارح شفنا مواد حاله كورس الشهر نزلها ما شاء الله 15 كيلو، لان هي بصوا يا جماعه الكورس بتاعنا ده مش ساحر، هو ما شاء الله عليه بيسد الشهيه وبيعلي حرق، بس مش لوحده، ما تاخديش الكورس وبعد شويه الكبسوله وبعد شويه انا عايز شوكولاته، طب حته بسبوسه، اي يا ساره ده انا في الطبيعي كنت باكل نص صينيه البسبوسه، دلوقتي باكل قطعه واحده بس، لا ما هو ليه قطعه واحده؟ القطعه دي قلنا خليها في الويك اند، خليها يوم الجمعه، لكن لما بتاخدي الكورس وتمشي صح، اللي هو صح ازاي يا ساره؟ انا صحيت شربت الميه واخدت الكبسوله بتاعتي وشربت ميه تاني، ابدا اكل بقى. بيضتين مسلوقين، حتة جبنة قريش، شوية فول، أنا صارفة فطرانة طعمية، إيه المشكلة؟ في نص رغيف بلدي شوية كده والدنيا تمام، ما بنحرمكيش من حاجة بس بنقلل أو نقلل يعني لدرجة المنع سكريات وتقليلي جدا مقليات، أنتِ النهاردة على الغداء عاملة مكرونة وبانيه، ما تاكلي، بس مش كل يوم مكرونة وبانيه، مش كل يوم سمك مقلي، بنقلل، نيجي مع أول أسبوع الفرحة بقى، طب يا سارة أنا باكل إيه؟ أنتِ عاملة النهاردة أكل إيه؟ عاملة رز وبسلة ولحم، كلي. عامله رز وقلقاس كلي، عامله محشي كلي، اهم حاجه ان الكورس بتاعي بقى بيعمل لك ايه؟ بيخليكي سد معاكي الشهيه، بدل ما كنتي بتاكلي طبق المحشي قد كده، لا تعملي طبق لنفسك حلو كده منظم، شويه سلطه وكام صباع كده محشي او شويه رز والبروتين، نبدا بالسلطه ندخل على البروتين واخر حاجه ناكلها النشويات، هلاقي نفسي شبعت وبنزل في الوزن، عشان كده معانا حالات بتخس في شهر واحد 15 كيلو، كان معانا حاله خست 20 كيلو، ليه انت عملتي انا شخصيا بقول انت عملتي ايه؟ التزمت، هي في ناس بتتحدى يعني. طب حاله ثانيه خست 7 كيلو، خست برضو، ما هو الكورس بتاعنا لازم تخسي، انت كده كده هتاخدي الكورس كده كده لازم تخسي، فبتعملي ايه لما تاخدي الكورس؟ برضو نزلت 7 كيلو، عشان انت اخدتي الكورس وقلل معاكي الشهيه، لكن المشكله في نوعيه الورد، خدودك، لونها، لون شفايفك، اشراقتك، جمالك، كل ده في نوعيه الاكل اللي بتاكليه. كل يوم اقول لكم على قد ما تقدروا قللوا مواد حافظه، على قد ما تقدروا قللوا المياه الغازيه، واتفرجوا بقى على حلاوه وشكم وجمالها، واسمعوا كلامي، دايما معايا عروض ودايما معايا خصومات، وزي ما قلت لكم الكورس الجميل بتاعنا مصرح من وزاره الصحه. وعايزه اطلب الكورس دلوقتي يا ساره، هعمل ايه؟ هتسرع عن طريق الارقام الموجوده على الشاشه للاتصال العادي والواتساب، كمان عن طريق بيجاتنا وان دايت ودايت لايف
كرسي هيجي لك لحد باب البيت، المتابعه مجانيه والشحن مجاني. ايه رايك بقى تقولي كمان مره العروض؟ معلش انا بضغط عليكي. بس ناس كتير بتقولي ترى انا ما لحقتش الحلقه من اولها وسمعت ان في عروض. خلينا نقول عروض، وانت اتكلمتي بصراحه ان هو فعلا ايه المفروض يتم ان انا اخد الكرسي، يعني ما اتحداش نفسي. انا بساعدك ان انت تكون كميات الاكل قليله. ايوه. بس انت كمان ما تتحديش اللي هو ايه ده انا اكلت حته الساندوتش الصغير دوت وشبعت، فانا لا هضغط على نفسي اكتر. لا عاجبني اكل حته كمان، لا خلاص انت شبعتي. انما اشبعتي يعني اخلي نظام حياتي يكون صحي علشان ان انا اعرف ان انا انزل في وزن اكتر. خلينا نقول كورس الشهر هيكون معانا فيه الوان سليم، وهيكون معانا فيه فيتامين دي وخصم 30%، وزي ما متفقين كل الكورسات بتاعتنا لحد باب البيت مجانا، والمتابعه مع الدكاتره مجانا من اول يوم لحد لما نوصل الجسم اللي احنا محتاجينه. حلو. كورس الشهرين هيكون معانا في الوان سليم، وهيكون معانا في الوان فيت، وهيكون كمان في فيتامين دي وكريم الترهلات والسلولايت وخصم 40%، وكمان التوصيل مجانا والمتابعه مع الدكاتره مجانا. الثلاث شهور هنزود على الوان سليم والوان فيت، الوان سليم والوان فيت الكبسولتين دولت هنزود عليهم الوان بيرفكت كمان، وهيكون فيتامين دي معانا في كل الكورسات، وكريم السلولايت وشد الترهلات وخصم 50%. حلو جدا. طيب بالنسبه بقى الكورس المكثف اللي هو الماجيك زي ما بنقول، اللي هو بيخلصني من الوزن بسرعه، وبالتالي انا بحس ان انا من اول اسبوع جسمي بيتنحت. وانا عايزه انوه على حاجه كمان، ان احنا الكيلو اللي بننزله مش على الميزان بس، لا الكيلو اللي بننزله كمان في مقاساتنا، فانا بلاقي من اول اسبوع ان انا شكل جسمي اوريدي اختلف. هيكون معانا في الوان سلام، وهيكون معانا اثنين وان فيت الكبسولتين الحمرين دولت الاثنين، وهيكون معانا في الوان بيرفكت وكريم شد الترهلات وفيتامين دي وخصم 60%. واهم حاجه ان الكورس بتاعنا كله مصرح من وزاره الصحه المصريه، امن تماما، ممكن اي حد ياخد الكورس. امن امن امن، مش معنى ان الكورس بتاعنا عليه عروض لدرجه 60%، لا اطمني الكورس بتاعنا امن ومصرح ومصرح من وزاره الصحه ومكون ايه من اعشاب طبيعيه. حلو قوي، يلا بينا بقى ناخد الريفيوهات الجميله اللي الكورس بتاعنا محققها. احنا الكورس بتاعنا يا جماعه عظيم، ودايما كل منتج بنتكلم عنه بنمسكه بايدينا، مش بنقول احنا معانا كورس يعني في البيت او عينينه، لا الكورس بتاعنا ما شاء الله دايما بنظهره. عرض الشهر بنوريكي العبوه البيضاء، عرض الشهرين بنوريكي العبوه البيضاء والعبوه الحمراء، عرض ثلاث شهور بنوريكي عرض العبوه البيضاء والحمراء وكمان الخضراء، وكمان الكورس المكثف بنوريكي كل العروض بتاعتنا. ليه؟ احنا واثقين في المنتج بتاعنا، المنتج بتاعنا امن 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 ومصرح من وزاره الصحه. يلا بينا بقى نشوف ريفيوهاتنا الجميله. معايا اول متابعه تحت اشراف دكتور طارق. ايوه يا دكتور، انا كنت 80 كيلو ورحت النهارده وزنت نفسي لقيتني 75، ما شاء الله نزلنا 5 كيلو على النظام، يعني خلصت 5 كيلو في 5 ايام، ما شاء الله 5 كيلو في 5 ايام. عشان واخدين بالكم من كلمه النظام دي، كل ما تلتزمي كل ما تحققي نتائج مهوله. مش هطلع عمري ما هطلع اقول لك انت، بقول لك ايه، انت كلي خدي الكبسوله وروحي كلي بسبوسه، لا بقول لك خدي الكبسوله وكلي محشي، ما عنديش مشكله. بصي بقى، هناخد دكتور خديجه بتقول بدايه الكورس يوم 6 يوم 24/6 وزني كان 120 كيلو ونزلت في 16 يوم 10 كيلو ونص. ايوه بقى، ايه الحاجات الحلوه دي؟ نزلت في 16 يوم 10 كيلو ونص، برافو عليكي بجد، عايش يعني، هما كاتبين لها عايش بجد عايش. يلا بينا على ريفيو التالت يا جماعه. دكتور طارق يعني ما شاء الله دلوقتي بقيت بقرا عنه ريفيوهات عظيمه. دكتور طارق، دكتور طارق المتابعه معاه بتقول سلام عليكم يا دكتور، انا الحمد لله خسيت تقريبا 8 كيلو في 10 ايام، كنت عايزه نظام غذائي جديد، ما شاء الله ممتاز جدا. زي ما قلت لكم وهفضل اقول لكم يا جماعه، كل ما بتلتزموا بالنظام الغذائي بتنزلوا زي ما انتم شايفين كده بال 10 كيلو في ال 10 ايام في الاسبوعين. اه طبعا، لسه قايله لكم في ناس خسوا 20 كيلو في شهر واحد واكتر كمان. ايه الالتزام؟ طب احنا ما بعرفش التزم، هتخسي برضه، بس مش هتخسي الارقام دي بس، برضه هتخسي، لان الكورس بتاعنا بيعلي الحرق، بيسد الشهيه، بيخليكي وانت قاعده كانك بتحرقي. طيب زي ما انتم شفتوا احنا النهارده قدمنا لكم عروض جميله جدا، قدمنا عرض الشهر. عرض الشهر كان فيه يا استاذه مها؟ عرض الشهر كان فيه الوان سليم، ايوه، وهيكون معانا فيه فيتامين دي والخصم 30% والتوصيل مجانا والمتابعه مجانا. طب بقى عرض الشهرين، انا دلوقتي واحده عايزه اخس 10 كيلو 15 كيلو، من 10 ل 15 كيلو كورس الشهر هيخسسها، من 10 ل 15 كيلو. الناس اللي عندها 5 كيلو، عندها 7 كيلو، عندها 10 كيلو عايزه تنزلهم هتاخد كورس الشهر. طب الناس اللي عندها ازيد بقى من 10 كيلو و15 كيلو، أيوة. كورس الشهرين اللي هيكون موجود معانا فيه الوان فيت والوان سليم، ايوه، وكمان فيتامين دي وكريم شد الترهلات وخصم 40%. 40%. ناخد بقى خديجه عشان سايبينها بقى لنا شويه على التليفون. الو يا خديجه. الو الو الو، عامله ايه؟ ايوه دكتور ساره.
يا روحي دكتور اعتبريني دكتور سارة. خلاص انت بقيتي دكتور. انا عايزه اشكر حضرتك جدا جدا يا جداً. روحي يا روحي بجد انا فرحي 20/8. ايوه وخسيت في يعني انا لسه واخده الكورس من اسبوع. خسيت في الاسبوع بس 4 كيلو. احنا ملتزمين بقى. جدا انا اصلا الحلقه عندي ضعيف جدا وزني مكسر. وزني حاجه و90 يعني وزني 95 والحلقه عندي ضعيف جدا جدا. مبسوطه قوي 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 بجد نفسي اعزمك على فرحي. يا روحي ربنا يتم فرحتك على خير وتوصلي للوزن اللي انت عاوزاه. بجد نفسي تيجي فرح قوي يعني. اجي اجي وماله اجي. عايزه اقول لحضرتك ان الناس كتير قوي عايزه الكورس عن طريقي. ايوه وعايزه بقى اخد هدايا بقى كتير. عينيا انت دلوقتي بقى هتروحي بقى في الكنترول هياخدوا رقمك وعنوانك عشان اجي الفرح. والف الف الف مبروك يا خديجه يا حبيبتي. يا رب لحد يوم الفرح تنزلي كل الوزن اللي انت عايزاه. حبيبه قلبي هتيجي تنوريني والله. تسلمي يا روحي. ربنا يتم فرحتك يا خديجه على خير ويتم فرحه كل بناتنا يا جماعه على خير ويملى ايامنا كلها فرحه وسعاده. قولي لي كده معايا بقى عرض الثلاث شهور. انا واحده عايزه اخس 30 كيلو فوق ال 30 كيلو او 30 كيلو عايزه ان انا انزلهم دوت. هناخد كورس الثلاث شهور اللي هيكون معانا في الوان سليم اللي هيديني احساس بالشبع ومش هحس ان انا محرومه من اي حاجه. أيوة. وهيكون معانا الوان فات اللي هيعلي لي الحرق بتاعي. أيوة. وهيكون موجود معانا كمان الوان بيرفكت اللي هيثبتني في الوزن بعد ما انزل ويخلصني من كل الميه وفيتامين دي وكريم شد الترهلات. وهيكون خصم 50% والتوصيل مجانا والمتابعه مع الدكاتره مجانا. طب لو سمحتي بقى الكورس اللي خد قلبي. الكورس اللي خد قلبك والكورس اللي هو فعلا بيحقق نتائج هايله من اول اسبوع. الكورس المكثف اللي هيكون موجود معانا في الوان سليم وهيكون معانا الوان فيت كبسولتين وان فيت. احنا بنقول دايما بنوري شكل علب عشان ده الكورس اللي هيوصل لنا لما هنيجي هنتصل والدكاتره يقولوا لنا هناخد انهي كورس. وهيكون معانا كمان في الوان بيرفكت وهيكون معانا كريم السولولايت وهيكون معانا فيتامين دي وخصم 60%. حلو قوي الكلام ده. واهم حاجه ان هو صرح من وزاره الصحه المصريه. ودايما بنوه على النقطه ديت ان في ناس تقول لك انا خايفه اخد حاجه علشان انا عندي مشكله او عندي حاجه عندي هيستوري قبل كده من دواء كنت باخده. احنا بنقول الكورس بتاعنا بيشتغل على مخ ولا على اعصاب. هو بيديني احساس بالشبع حقيقي لان حجم المعده عندي بتصغر. الحمد لله يا جماعه زي ما قلت لكم الكورس بتاعنا رافع راسنا جوه وبره مصر. الكورس بتاعنا مصرح من وزاره الصحه والكورس بتاعنا امن امن امن. طب اللي عايز يطلب الكورس دلوقتي هتسع ارقام موجوده على الشاشه للاتصال العادي والواتساب كمان عن طريق بيجاتنا وان دايت ودايت لايف هيوصل الكورس لحد باب البيت. المتابعه مجانيه والشحن مجاني. معنا تليفون كمان. الو الو صباح الخير المكاشيف. صباح الفل. ازيك يا استاذ احمد؟ الحمد لله. انا جايه اقول لك شكرا جدا على الحاجات اللي انت بتديها لنا. عايز اقول لك ان انا خسيت بتاع حوالي 13 كيلو على الكورس. برافو. في قد ايه وقت؟ في شهر ونص بالظبط. انا عايز اقول لك ان انا ما كنتش مصدق الموضوع ده كله وكنت بقول ان انا مش هخس بس اختي قالت لي جرب مش تخسر. حلو جدا. انا جربته انا لسه بكمل يعني انا لسه بكمل. برافو. انا قلت اجربه والله. انت اخدت كورس ايه يا استاذ احمد؟ الحمد لله انا اخدت كورس شهرين. الشهرين برافو. عايز اقول لك ان انا والله بدعي لك انا ما كنتش مصدق. انا فعلا بقول لك انا ما كنتش مصدق لما جبت ايد مثلا تقول لي كنت الاول كنت بس اخد طبق رز دلوقتي باخد معلقتين ثلاثه واحس ان انا خسيت. انت عندك كام سنه؟ انا عندي بالظبط 22. 22 في شهر 11. برافو برافو برافو. ايوه برافو. عايز اشكرك والله جدا. انا حاسس مثلا بعد ما اكل طبق رز يعني بقيت اكل طبق معلقتين ثلاثه حاسس ان انا شبعان الحمد لله. انت حارب نفسك من حاجه ولا بتاكل كل حاجه؟ باكل يعني انا لما اخدته انا برضه كنت هاخده اقول حتى لو خسيت مش هبطل اكل. انا بجوع ولما بجوع بدوخ. فانا بقيت اكل كل حاجه بقيت اكل معلقتين ثلاثه احس ان انا شبعان. ازاي يا جماعه انا كنت باكل الحاجه دي طبق وطبقين انا شبعان ازاي؟ بس مش مانع اكل معين بتاكل كل حاجه. باكل كل حاجه. وبيقول لك انا من نفسي بقلل من الزيوت مثلا. ايوه انا من نفسي يعني انا جربتها مره عادي ما منعتش معايا حاجه خالص لكن انا الحمد لله حتى لما جيت نتيجه بنزل مثلا حوالي في الاسبوع حوالي 4 كيلو اتشجعت. قولي لو ده انا دول بلاقي دهوني كلها معلش يعني بقت كلها دهون نازله. وانا نايم كده بلاقي دهون نازله فطمنت ان هو فعلا بيجيب نتيجه. حتى دخلت على الفيس بوك لقيت ناس كتير بتشكر فيه مش انا بس. حلو قوي الكلام ده ومبسوطه لبساطتك والله. عن طريقك انت وعن حلقتك انا بشكرك جدا بصراحه. تسلم يا استاذ احمد. عمري ما انسى الحاجه الجميله اللي انت عرفتها لنا دي. تسلم يا استاذ احمد كلك ذوق. تسلم. تسلمي تسلمي. ربنا يثبتك وتوصل للي انت عايزه ونجاحك في حياتك يا رب. وكمان انا طلبت التثبيت ومعايا دكتور اسلام بيتابع معايا. دكتور اسلام ده بيتابع معايا على الصراحه على الواتساب وكمان قلت له هيبعت لي التثبيت. احنا نبدا نثبت نفسي بقى. تمام تمام.
انا مبسوط تحيه لكل الدكاتره والاخصائيين والخبره اللي معانا يا جماعه. بجد تحيه من كل قلبي على الريفيوهات الحلوه اللي اللي بشوفها والمكالمات الحلوه اللي بسمعها. انا عايزه اسمع كده. شفتوا حلقه امبارح؟ كان معانا متصله مكتئبه كل الاكتئاب. الحمد لله هي تواصلت واخدت الكورس وانا ان شاء الله استنى مكالمتها كمان اسبوع. يعني احنا بنلاقي ان هم لما بينزلوا في الوزن بيبقى الصوت فرحانين، وده نجاح لينا طبعا. يعني حلو قوي الكلام ده. عايزه اقول لك شرفتينا ونورتينا يا استاذه هند. حلقه جميله كالعاده، وشكرا على المكالمات الحلوه وعلى المداخلات الحلوه. اطلبوا الكورس، وعايزه مكالمات من اول اسبوع تاخدوا الكورس. انا مستنيه مكالماتكم بنفسي علشان نسمعها على الهواء. وميرسي ليكم وشكرا اني خدت من وقتكم، واستنونا في حلقات احلى واحلى واقوى واقوى. كنتم مع مطبخ البقر.